تختلف مناقشات رسائل طلبة الماجستير والدكتوراه باختلاف البحوث العلمية والأدبية لطبيعة نصوصها وموادها المقترحة بحسب أهميتها، إلا أن هنالك تميز فارق كبير في مناقشة رسائل طالب الضريرة نهاد عدنان محمد والموسوم في معالجة ومواجهة العنف الأسري بواسطة القرآن الكريم وصوره ونصوصه المختلفة بإيجاد حلول اللازمة لها. تعالج القضايا الموجودة في مجتمعنا وفي بلدنا العزيز، ومن بين هذه الرسالة أثر القرآن الكريم في معالجة العنف الأسري للطالبة فاقدة البصر، ولكل عمل مساوئ وسلبيات وما إلى ذلك، ونحن بصددنا نقوم ونصحح ما وقع فيه الطالب من هفوات وسلبيات لكي تأخذ الرسالة حيزها. موضوع البحث أثر القرآن الكريم في معالجة العنف الأسري، طبعا هو موضوع يتحدث عن العنف الأسري بكل مستوياته، سواء كان هذا العنف موجه من الأولاد تجاه الوالدين أو بين الزوجين، يعني يصدر من أحدهما تجاه الآخر، أو بين الأطفال أو ضدهم وهكذا. فوضع القرآن الكريم بين القرآن الكريم أنواع العنف الأسري ووضع الحلول المناسبة له. فيما يرى المشرفون المختصين والأكاديميين بأن مثل هكذا بحوث تكون حيوية ومعاصرة وتكمن حلولها بتحليل شفرات وفك رموز سور القرآن الكريم وآياته المباركة في معالجة كافة الحالات تواجه الإنسان في حياته اليومية. أثر القرآن الكريم في معالجة العنف الأسري موضوع يكاد يكون حيوي، وهو موضوع معاصر، وخاصة في ظرفنا الحالي فنجد أن العنف بلغ درجة لا يمكن أن يسكت عليها. والقرآن الكريم حقيقة باعتباره هو مصدر التشريع الأول وهو كتاب المسلمين الأول، فقد وضع الحلول الناجعة بالصور القرآنية الكثيرة. أعطت الطالبة الفاقدة البصر نهاد عدنان تفسيرا وتحليلا منطقيا مفصلا في بحث سور القرآن الكريم عن كيفية مواجهة المشاكل الأسرية ما بين الآباء والأبناء والحفاظ على الروابط الأسرية وتماسكها والحد كذلك من ارتفاع معدلات حالات الطلاق وإيجاد حلول اللازمة لعلاجها في سور القرآن الكريم المباركة. إحسان خالدي، قناة رشيد فضائية، بابل.